بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، هنستكمل إن شاء الله الجزء الثاني من محاضرتنا على البيتويتري جلاند ديزيز. اتكلمنا في المرة اللي فاتت عن الهايبر فانكشن اوف ذا انتيرير بيتويتري جلاند. النهارده هنتكلم عن الهايبو فانكشن اوف انتيرير بيتويتري جلاند اللي احنا بنسميها بان هايبو بيتويتاريزم. زي ما قلنا في المحاضرات السابقة ان البيتويتري جلاند او الانتيرير بيتويتري سيكريت الجروس هرمون، فوليك ستيميتنج هرمون، لوتالايزنج هرمون، البرولاكتين اند ادرينوكورتيكوتروفيك هرمون. لما يحصل سبريشن اوف ذيس اول اوف ذيس هرمون، تتخيلوا المريض هيبقى شكله ايه؟ هيبقى مالتيبل اورجان فيلير. وكده الموست كومن كوز فاسكولار كوز. يعني ايه فاسكولار كوز؟ زي ما خدته زمان ان يحصل اتنويشن اوف ذا بلاد سبلاي اللي هو بيدي استيميليشن او اوف ذا بيتويتري جلاند، نتيجه بقى اثروسكلروزس انيوريزم، او يكون في حاجه اسمها ما بيتويتري ابوبليكسي، يبقى في ماس جوه البيتويتري جلاند المريض متعايش معاه فتره طويله، الماس دي يحصل لها سادن هيموريدج او سادن انفاركشن يدي المانيفستيشن، او في حاجه سندروم شهير جدا اسمه شيهان سندروم. شيهان سندروم اللي هو ماسيف بوست مارتم هيمرج يؤدي الى نيكروزس اند انفاركشن اوف ذا انتيرير بيتويتري جلاند. الكيس اللي هنتكلم عنها عيانه عندها 32 سنه بوست مارتم دي 4 دي افتر دليفري وفي فورث تشايلد، يعني مات جرافيدا ولدت قبل كده 4 مرات. The delivery was complicated by massive hemorrhage. ابتدت تحس بإيه؟ عايزة تعمل لاكتيشن but her breast milk had not come in، يعني مفيش ميلك في البريست، failure to lactate، برغم إن هي في المرات السابقة كان بتلاكتيتنج كانش فيه بروبلم، كان اللاكتيشن سينس فيرست دي. وكمان ابتدت كومبلين من انتنسيف فاتيج، منتال سلاجشنس اند هارت سفير. فيزيكال اكزامينيشن كانت طبعا بيل وويك وايزي فاتيجابيلتي وعندها ديبلوبيا وبليرنج اوف فيجن. الفايتال ميجر كانت عباره عن ايه؟ تمبريتشر ويز النورمال، كان في تاكي كارديا، البلس كان عالي، في 115 في السيتنج اند 130 في الستاندنج بنسميه اورسو، وكان هايبوتنسيف البلاد بشر كان 70 90 من 70 او 90 ل 70 ملي ميركري في السباين، و80 ان ذا سيتنج، وفي الستاندنج كان في فاريشن اللي بنسميه اورتيك هايبوتنشن. وات is the most likely for diagnosis للعيانة دي هيكون عندها شيهان سندروم. The most common cause massive hemorrhage during pregnancy leading to ischemia and the necrosis of the pituitary gland. يعني مش هيبقى فيه برولاكتين ولا الأذر هرمون، يعني هيبقى فيه deficient في البرولاكتين، deficient في الجروس هرمون، follicle stimulating هرمون، لوتالايزنج هرمون، كل الهرمون والكورتيكوسترويد. تتوقع عندها هتكون ايه؟ ها هايبوتنسيف، صح؟ هايبوتنسيف. وبعد كده اتروفي اوف ذا بريست اند جينيتاليا، وهتكون هايبوتنسيف، وهتكون هايبوجلايسيميا، وهتكون ايزي فاتيجابيلتي، كل حاجه لها دخل. يعني الفيلير تو سلايف اتروفي اوف ذا بريست اند جينيتاليا نتيجه ديفيشنت يوتلايزنج هرمون اند فوليكل ستيميتنج هرمون معايا، هايبوتنسيف نتيجه الكورتيزون ليفل ديفيشنسي هو و الهايبوجلايسيميا اللي ممكن تحصل، ايزي فاتيجابيلتي اند سينكوبال اتاك نتيجه الديفيشنسي اوف ذا ثايرويد هرمون، يعني البروبلم كبيره، اول بيتويتري هرمونز ار ديفيشنت. لو رجعنا تاني نشوف what hormones secreted by the pituitary gland.
البيتوتجرين زي ما قلنا بتتكون من تو anterior and posterior component. ال anterior secrete follicle hormone, luteinizing hormone, ACTH, growth hormone, thyroid stimulating hormone, melanotropin and prolactin. كل هيبقى deficient في الحالة الايه البان هايبوتيتوريزم او شيهان سندروم. الكلينيكيشن اللي احنا شفناها تاني البريزنتيشن deficiency of each of the pituitary hormones زي ما قلنا لكم. Severe presentation can present with the first day to week of delivery with profound lethargy, anorexia, weight loss, cardiovascular instability, and inability to lactate. في كمان حاجة مهمة لازم تاخدوا بالكم اللي هي حاجة اسمها anorexia nervosa, severe depression, failure. Severe depression مش عايز يعيش مش عايز يتحرك مع الوقت يدخل في deficiency في all pituitary hormone والكلينيكال بيكشر تبقى زي سيم زيها زي الشيوم. ما ننساش الجملة دي. This severe case may present months to year after the event of hypothyroidism, menstrual irregularity and other hormonal disturbance. يعني حسب السيفيريتي ممكن تكون abrupt onset أو ريجلان يعني مش هيبقى فيه برولاكتين ولا الأذر هرمون. البيشنت display orthostatic hypotension defined as systolic blood pressure decrease at least 20 millimercury في السيستول at the systolic blood pressure with decrease 10 millimercury within 3 minutes on اللي بنسميه orthostatic hypotension. في compensatory increase in heart rate to maintain peripheral circulation. عشان كده العيان بيشتكي من tachycardia. The cause of hypotension is loss of cortisol زي ما قلنا which is required to maintain peripheral vascular tone. There is medical emergency as the patient is at risk of vascular depression. احنا شفناها تاني ال presentation deficiency of each of the pituitary hormones زي ما قلنا لكم. Severe presentation can present with the first day to week of home. ما ننساش الجملة دي. This severe case may present months to year after the event of hypothyroidism, menstrual irregularity and other hormonal disturbance. يعني حسب السيفيريتي ممكن تكون abrupt onset أو Thank you for your attention.